السلام عليكم. البويري مصطفى بطل المغرب عدة مرات، بطل افريقيا عدة مرات، حرز على المركز الاول والثاني والثالث، وحرز على المركز الثالث. وكنطلب من الناس الجامعه، هاد الناس هادو المسؤولين يعاونوني انا ما فحاليش. كنطلب من هاد الناس يعاونوني. وعاش الملك. قال لي اخويا انا كنت وقع لي واحد المرض، هاد المرض ديال الطونسيون، رقدات عليا لي الدرجل، ودابا باقا لي ديالي باقا ما برادش. يا كنطلب من هاد الناس يعاونوني. انا بطل المغرب وبطل افريقيا وعدة مرات بطل افريقيا، وعطيت المغرب ما عندي، هزيت الراية ديال المغرب عدة مرات، وهادشي اللي كاين. والألعاب البحر الأبيض المتوسط احتليت على المرتبة الثامنة، وتماك سالت المشوار ديالي. هادشي اللي كاين اخويا. كان شي تجمع، كان والو اخويا، كانت التفاتة، كانوا عاونوني بواحد مقدار شوية ديال شي 10,000 درهم. شهاد الألقاب والو. بطولة المغرب كانوا كيعطيونا 100 درهم، 20 فرانك. بطل افريقيا واخد فيها 100,000 فرانك. هادشي راه تعاودوا ليهم، راه حشومة. هادشي اللي كاين اخويا. هذا شكون يوقف معايا؟ هاد الناس مسؤول، هاد الناس هاد المسؤولين، وهاد المحسنين، وهاد الناس اللي كاينين هنا في الدرب عندنا. وكمل الله، وعاش الملك. وهادشي اللي كاين. كلمة الأخيرة، كنطلب من الجامعة مصارعة، جامعة المصارعة أن تعاوني. أنا مبقيتش في حالي، مبقيتش كنهز والو، مبقيتش كنخدم ما والو. هادشي اللي كنطلب منهم. دابا سحب هذيك البطولة الإفريقية مرة خاص عندي.